السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا مرحبا بكم أعزائي متابعي قناة نشاط الموسيقي. اليوم بنتكلم في الفيديو عن كيفية التعامل مع الروابط أثناء الامتحان وكيفية متابعة الطلاب في أكثر من صف في آن واحد على منصة جوجل كلاس روم. طبعا عملنا فيديو للروابط، سيب لكم الرابط في صندوق الوصف أو هيظهر على علامة الآي على الشاشة. الروابط اللي احنا عملناها في الفيديو السابق هي اللي احنا هنستخدمها في الفيديو ده. طب ايه الهدف من الفيديو اليوم؟ الهدف ان احنا هنتعرف على اثناء الامتحان، احنا عايزين ان احنا نتعامل مع الروابط دي بشكل مجمع وليس بشكل فردي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا محتاج ان انا اعمل اكتر من صف في ان واحد على البراوزر او المتصفح، بحيث ان انا اثناء الامتحان انا بتابع كل الصفوف اللي انا رسلت ليها الامتحان في وقت واحد. والطلاب طبعا بيكون في عندي رابط من ضمنهم اللي هو رابط الاجتماع، بحيث ان الطلبة لما بتدخل على الرابط ده ببدأ ان انا اكون معهم اونلاين، واي حد عنده مشكلة في اي صف من الصفوف مجرد بس ان انا بضغط على الصف وبروح له. طبعا الشكل اللي هيكون قدامي هيكون بالشكل دوت، ده الشكل النهائي طبعا اللي هيكون موجود. ان انا هفتح كل صف في براوزر طبعا واحد، وهيبقى كل صف بجانبه الحضور وبجانبه رابط الامتحان، وفي الاخر خالص بيكون عندي اللي هو رابط الاجتماع. وهوريكم ازاي ان احنا بننسق الموضوع ده على البراوزر الواحد، بحيث ان احنا نبقى فاتحين قدامنا كل الروابط وكل الصفوف وكل شيء أمامنا في وقت واحد، وسهل جدا إن احنا نتعامل مع التلات روابط دول في البراوزر الواحد. أي طالب عندي بيدخل على الميت بالشكل ده هنا بيقول لي يا أستاذ أنا عندي مثلا مشكلة في الامتحان، أنت صف كام؟ صف كذا. بروح أتوجه إلى الصف اللي هو الخاص بيه، وطبعا بيكون فاتح عندي هنا الامتحان بالشكل ده، وهنا بروح للردود بحيث ان انا اشوف لو في اي مشكلة ممكن ان انا اعالجها من خلال الترس، على اساس ان انا مثلا في عندي مشكلة معاه بحاول اعالجها. طيب نبدأ مع بعض نشوف، تابعوا معايا نهاية الفيديو علشان خاطر تقدروا انكم تستفيدوا من كل معلومة في الفيديو، وما ننساش الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يصلكم من كل جديد، وكمان اللايك والكومنت اللي بيحفزنا، وكمان لو في اي معلومة انتوا حابين تستفسروا عليها في الكومنتات هنجاوب لكم. اول حاجة طبعا احنا بنفتح الكلاس روم بالشكل، هنكون مجهزين في الدرايف الروابط الخاصة بالامتحان، ومجهزين الروابط في كل كلاس. طبعا انا هنختار هنا الصف الاول اللي هو 11. بعد ما اتوجه الى الصف 11 بروح للامتحان النهائي. انا هنا عامل اعداد الروابط زي ما ذكرت في الفيديو السابق. اول حاجة بعملها ايه؟ انا محتاج ان انا اشوف انا عندي كام صف. انا عندي هنا مثلا وليكن 11 ثابت 11 و 12 و 13 و 14، فانا عندي هنا 4 صف. يبقى انا هنا محتاج اعمل 4 علامات تبويب. اول حاجة بعمل كليك يمين وبروح لكلمة تكرار، وبعد كده بعمل نفس الحكاية تكرار، بعد كده بعمل كده. انا عملت 4 علامات تبويب. اول صف طبعا هو هيكون 11 ثابت 11، وتاني صف هيكون نختار بقى من الثلاث شرط نروح ل 11 12. نفتحه، ننتقل الى علامة التبويب رقم 3 ونروح للعلامات اللي هي الشرط، نضغط عليها ونروح لثابت 13 ونروح للعلامة الأخيرة ونعمل هنا نفس الحكاية ونروح ل14. أنا هنا عندي
أربع علامات تبويب، 11 ثابت 11، 12، 13، 14. طبعا أنا عامل هنا في الروابط لكل صف من الصفوف عامل إنشاء وعامل إعادة استخدام مشاركة، وده موجود في فيديو الروابط ممكن نرجع له ونشوف طريقة الإعداد. طيب أنا عايز أبدأ إن أنا أستخدم بقى الروابط اللي أنا عملت لها إعداد في كل صف من الصفوف دي. طبعا الرابط الحضور والرابط الاجتماع دول روابط شاملة، ومعنى كلمة شاملة يعني معنى إن أنا لما باجي أعمل تعديل هنا أنا بختار هنا من القائمة دي الصفوف اللي أريد إن أنا أرسلها ليهم مباشرة، يعني كله في وقت واحد، يعني 11 14 13 12 11. أنا كده علمت على الصفوف الأربعة اللي أنا محتاج إن هم يترسلوا، فأنا مجرد إن أنا هقول سؤال هيترسلوا كلهم في وقت واحد للأربع صفوف. طيب لو أنا رحت لرابط الاجتماع بعمل إيه؟ باخد أول رابط من الاجتماع، وده أنا طبعا شرحه قبل كده، وبعد كده بروح أنا هنا مجرد برضو إن أنا بفتح هنا تعديل وبعمل هنا برضو اختيار الأربع صفوف، أدي 1 2 3، يبقى عندي هنا أتأكد إن مكتوب أربع صفوف والموضوع الامتحان وده الرابط الاجتماع، مجرد إن أنا أرسل لهم المشاركة بتروح للأربع صفوف. وطبعا هنا مكتوب هنا ملاحظة إن عدم دخول الرابط إلا للطالب اللي عنده مشكلة فقط، وبعد كده يطلع، وفي آخر الامتحان خالص بنبه على الطلبة طبعا إن هم يدخلوا الميت علشان أتأكد من الردود كل رد وصلني ولا لأ. تعالوا ما نشوف إيه الرابط اللي هو المختلف اللي فيهم. هو رابط الامتحان، كل رابط هيبقى خاص بصف تبعه. فأنا عندي هنا مثلا هفتح التعديل، هنا هروح للتعديل، أنا هنا عندي ده مكتوب عليه إن هو 11 11، أما هروح لحد 10 12 هروح لنفس الحكاية الرابط اللي هو الامتحان، هاجي أعمل له تعديل هنا، هجد إن هنا هيكون واحد مختلف. إذا أنا لازم أدخل على الرابط الأول للصف ده في البداية خالص علشان أرسل للكل روابط الاجتماع وروابط الحضور، وبعد كده أدخل على رابط الامتحان الخاص بحادي 10 11 أعمل له تعديل وإرسال ده لوحده، بعدين حادي 10 12 أدخل له وأقوم عامل برضه نفس الحكاية تعيين لرابط الامتحان لوحده، وادخل على حادي 10 13 نفس الحكاية، و14 نفس الحكاية. إذا الروابط اللي هي الجماعية الحضور والرابط الاجتماع، أما رابط الامتحان هندخل على كل واحد بروحه ونعمله. المغزى في الموضوع هنا إن إحنا نتعامل مع كل صف بنفسه ويكونوا كلهم موجودين عندي في البراوزر اللي هو المجمع اللي إحنا شايفينه قدامي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يبقى أنا عندي هنا ده 11 12، لما أجي أفتح الامتحان كده يبقى أنا عندي امتحان الخاص بالحادي 10 12، أروح للحادي 10 1 أضغط على الرابط وأقوم فاتح الامتحان يبقى جنبي. إذا أنا عندي هنا 11 الصف مفتوح جنبي الامتحان، صف 10 12 جنبي الامتحان، وهكذا. طيب الحضور نفس الحكاية، هيكون برضو الحضور عندي لما أنا أرسل هنا الإرسال للحضور هيظهر لي الشكل اللي أنا هوريه لكم الآن، هيظهر الشكل ده إن في طلاب سلمت وفي طلاب ما سلمت. طبعا بمجرد إن أنا بقف على بعمل كليك يمين وأقول له فاتح في علامة تبويب جديدة، يبقى أنا عندي هنا الطلاب أسمائهم أهو، وعندي هنا الحضور. أصبح أنا عندي هنا 11 11 معايا رابط الحضور جنبيه ومعايا رابط الامتحان جنبيه. عايز أعمل الميت للكل، أنا مجرد إن أنا رسلت الرابط الخاص بالاجتماع اللي هو اللي انا عملت له نسخ، وطبعا انا علمتكم في اللي هو كيفية اعادة الروابط، مجرد ان انا برسل الرابط ده للكل خلاص الكل مجرد انه بيضغطوا على الرابط بيدخلوا في اجتماع واحد، لكن طبعا العدد بيكون محدود
عشان كده انا هعطي لهم اللي هو التعليمات ان ممنوع دخول الرابط الا للضرورة، يعني حد يدخل ويسأل سؤال وبعد كده يخرج عشان يدي مجال لغيره يدخل. يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي رابط الامتحان ورابط الحضور، هم دول اللي هيكونوا بجوار رابط الايه الصف. اما رابط الاجتماع انا مجرد ان انا بضغط على الشكل ده كده، هنا بضغط كليك يمين على الرابط وبفتح في علامة تبويب جديدة وليس في نافذة جديدة عشان يبقى بجوار علامة التبويب الخاصة بالصف. طبعا الميت ده هيكون جماعي، هيكون جماعي. يبقى انا محتاج هنا ان انا بعد ما يظهر عندي الاجتماع وبدخل الاجتماع، وطبعا بلغي الكاميرا وبلغي هنا المايك في البداية وبعمل انضمام كده، انا انضميت. جميل جدا. بعد ما انضم باخد الرابط ده واقوم ضاغط عليه كليك يسار واقوم سحبه للنهاية بالشكل ده. اصبح هنا ايه؟ التبويب الاول هو 11 ثابت 11، هنا الحضور، هنا الامتحان، هنا 11 12. هنا بامكاننا ان احنا نتابع طبعا من الطلبة اللي هنا، نضغط على 23 يقول لي دول اللي حاضرين، وهنا ال 12 هيظهر لي الأسماء الطلبة اللي ما حضرت. ممكن بإمكاني إن أنا أتعامل معاهم من خلال ساحة المشاركات، إن أنا أحثهم على إن هم يسجلوا الحضور. فأنا دلوقتي إحنا عايزين نتعامل مع الامتحان. الامتحان طبعا عشان نتعامل معاه يبقى عندنا علامة اللي هي تعديل في النموذج بالشكل ده، نضغط على القلم كده، أنا بفتح الردود. طبعا اثناء الامتحان بيجي لك بقى هنا الرقم الخاص بالردود، ان هنا سلم مثلا 32 33 4 على حسب كل مطالب يسلم. انا هنا عايز اتعامل مع مين اللي سلم، اقوم رايح لكلمه السؤال واروح للاسم مع القبيله. هنا دي الاسماء اللي هتظهر لي الطلبه اللي هم سلموا. انا هنا طبعا يجي الطالب مثلا في الميت، أستاذ وصلك الاختبار صف كام؟ أقوم رايح للصف مثلا وليكن هنا اللي هو 11 11. أقوم طبعا أنا فاتح هنا النموذج، أبدأ بقى أدور على الاسم. تمام حبيبي سلمت، أوكي توكل على الله بالتوفيق وخلاص. وهوريكم طبعا في نهاية الفيديو تسجيل لفيديو حصري لأثناء الامتحان وأثناء مكان الطلاب بيستفسرهم عن ردودهم وكيفية التعامل مع الموضوع في نهاية الفيديو. أنا هنا اتعاملت طبعا مع الموقف اللي هو الخاص بالتسليم. طيب لو أنا عندي طالب مثلا وهو وإحنا شغالين حصل له مشكلة مثلا في كذا، أو أنا رايح على طول على الترس، هنا طبعا أنا عندي هنا الداتا كلها كاملة اللي أنا أقدر أتعامل معاها، طبعا دي ما بتتلغاش. يعني بكلتا الحالات أنت بإمكانك إن أنت تعدل في كل الإعدادات علشان خاطر تتعامل مع كل مشكلة وتقول له في النهاية حفظ، لازم نعمل حفظ. يبقى ضروري ان احنا بعد ما نخلص الامتحان نراجع كل الطلاب ونراجع الاسماء ونشوف مين اللي سلم من خلال الحضور ومين اللي ما سلم من خلال الاسماء. وطبعا انا موجود هنا في ساحة المشاركات لكل صف، بقوم رايح لساحة المشاركات. انا طبعا وانا موجود معاهم على الامتحان بكتب هنا في الصف الطالب الفلاني يعني ما شارك في الامتحان، اللي معاه رقم تليفونه يتواصل معاه، دول الطلاب اللي ما سلموش الحضور، دول الطلاب مثلا اللي ما سلموش الامتحان. يعني في ابديتنج دايما اثناء الامتحان وهو شغال من خلال ساحه المشاركات لكل صف. طبعا انا بكون منبه عليهم الكلام ده من اول، يعني من قبل ما نبدا الامتحان انا بكون منبه عليهم يا جماعه قدامكم حاجتين تتابعوهم. أول حاجة بتدخل على ساحة المشاركات، تاني حاجة بتدخل على الميت تشوف الرسائل اللي موجودة في الميت اللي هي بتكون هنا الجانبية في الشات. دي كده الرسائل اللي في الشات أثناء المكالمة. أنا ممكن ساعات بيكون في تعليمات أنا كاتبها في ساحة المشاركات ممكن أكتبها هنا في الرسائل اللي هي خاصة بالاجتماع، بحيث إن الطالب يدخل يشوف عنده في حاجة جديدة، في تعليمات جديدة، الأستاذ مثلا قال لنا في مثلا سؤال في تعديل، سؤال في مثلا في خطأ في حاجة. حاسبكم دلوقتي مع مشاهدة
متابعة الطلبة في نهاية الامتحان. أيوة، مين بقى اللي بيسأل؟ أنا مين نزار بقى؟ عبد الله. واحد واحد بس، أول واحد يقول لي عليه سعيد عبد الله الغيثي. نعم، حلو، سعيد عبد الله في أي صف يا حبيبي؟ 11 14. 11 14. حلو، 11 14، جميل، 11 14. سعيد عبد الله. نعم. ماشي، سعيد عبد الله. سعيد، سعيد عبد الله، سعيد عبد الله، سعيد عبد الله علي الغيثي. نعم. تمام يا حبيبي، موفق إن شاء الله. مشكور أستاذ. يلا حبيبي، مع السلامة. أستاذ. أنا نزار أستاذ. لحظة واحدة كده، مين تاني؟ محمود سالم الفارسي. محمود سالم الفارسي. محمود ونزار، مين فيكم اللي كان الأول بيسأل قبل؟ نزار. يلا نزار، قول الصف مالك كام يا نزار؟ نتنقل اثنين. متنقل اثنين. متنقل اثنين، حلو. أستاذ. أيوه. الساعة كام أخلص الاختبار؟ الساعة 10. متنقل اثنين. نزار عبد الرحمن. معيد بلوشي. نزار عبد الرحمن البلوشي، متنقل كل اثنين. نزار عبد الرحمن اسماعيل مبارك البلوشي. ايوه بس، تمام يا حبيبي، توكل على الله. مشتاق، حياك الله. يلا حبيبي، مع السلامه. مين تاني بيسال تاني؟ محمود. محمود سالم الفارسي. سالم الفارسي في اي صف يا محمود؟ 11 10. 11 10. 11 10، يبقى انت في المتنقل. قول لي بقى ايه في اي صف متنقل؟ واحد باستاذ. متنقل واحد. محمود سالم محمد الفارسي. ايوه ايوه بس، تمام، وصل. في الايه؟ في الحصص. ايوه استاذ، بس انا ما ظهر لي وضع اكتمال، ما اعرف حوش اكتمال. اكتمال دي انت بعد ما بتدخل على الارسال هتلاقي. أيوة. هتلاقي على حاجه اسمها كلمه المهمه. ايوه ايوه ادخل على المهمه، ادخل على المهمه واعمل كلمه اكمال، هتلاقي في حاجه اسمها المهمه. يعني انت اهم شيء الاختبار وصل معك؟ لان الاختبار عندي هنا مكتوب ان انت تم التسليم. حسن سالم محمد محمد عوض الشزاوي. محمد عوض الشزاوي. ايوه استاذ، شكرا استاذ. يلا حياك الله. وبكده احنا عملنا الروابط اثناء الامتحان وادرنا الموقف بشكل منسق ومرتب. كل صف زي ما احنا شايفين، صف 11 11 جنبيه الحضور وجنبيه رابط الامتحان، 11 12 نفس الحكايه الحضور وجنبيه الامتحان ورابط الميت. اتمنى يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتم، واتمنى لكم كل التوفيق، ونلتقي إن شاء الله مع بعض في فيديوهات تانية. وما تنسوش الانضمام إلى قناة نشاط الموسيقي اللي هتسعدنا وتشرفنا وجودكم. ونفس الحكاية، لو في أي حاجة أو معلومة أو أنتم في حاجة ناقصاكم في الفيديو حبيتوا أن أنتم تضيفوا لنا المعلومة دي، إحنا بنفيد كلنا بعض. وأتمنى لكم كل التوفيق، وإلى اللقاء في فيديو آخر، والسلام عليكم.